السلام عليكم مشاهدي قناة قوي عقلك. يوجد الكثير من الحيوانات الضخمة على الأرض مثل الحوت والزرافة والفيل وغيرها، لكن هناك بعض الحيوانات التي تميل إلى التضخم في الحجم دونا عن فصيلتها. غالبا ما تكون طفرة جينية هي السبب، والثيران من أكثر الحيوانات التي تجد بها أحجاما ضخمة. اليوم سنتجول ونشاهد مجموعة من تلك الثيران، من الثيران ذات العضلات المزدوجة إلى أولئك الذين يزيد وزنهم عن 1000 كيلوغرام. لكن في البداية اضغطوا على زر الإعجاب الآن لتشاهدوا تلك الثيران المثيرة. الثور البلجيكي الأزرق. عند رؤية شخص من الذين يلعبون رياضة كمال الأجسام، نستطيع معرفة إن كان هذا الشخص يتعاطى مكملات ضارة ليزداد حجم عضلاته. وعند النظر إلى هذا الثور لن نشك لحظة أنه يتعاطى تلك الهرمونات، لكن الحقيقة أن هذه العضلات طبيعية 100%، إذ إن الثور البلجيكي الأزرق يعاني من طفرة تسمى العضلات المزدوجة، وهذا بسبب فقرهم للبروتين المسؤول عن تنظيم نمو العضلات. أما عن الجانب المظلم، فهذا الحجم الكبير يعرض حياة هذه الثيران للكثير من الأمراض مثل مشكلات المفاصل والقلب، بالإضافة إلى الجهاز التنفسي، كما تواجه الإناث صعوبة في الولادة الطبيعية. عند النظر إلى هذا المقطع قد تظن أن هناك تعديلا به لجعل هذا الثور ضخما بهذا الشكل، وخاصة عند مقارنته بالأشخاص الموجودين من حوله، لكن صدق أو لا تصدق، لأن الأشخاص الذين يظهرون في هذه الصورة رغم أنهم رأوه في الحقيقة فإنهم يظنون أن هذا الفيديو معدل بسبب ضخامة الثور الهائلة. ثيران تكساس ذات القرون الطويلة. معظم المزارعين في تكساس يبحثون عن ثيران تستطيع التكيف مع الظروف الصعبة لغرب الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاع هذا الثور التطور والتكيف مع تلك الظروف، لذا أصبح مفضلا لدى جميع المزارعين. يصل طول الثور إلى 5 أقدام ويزن 2200 رطل، ومن المستحيل أن نتجاهل هذه القرون الطويلة التي يتراوح طولها بين 5 إلى 8 أقدام من الحافة إلى الحافة. والمميز بهذا الثور أنه لطيف وسهل الانقيام، أي سيكون من السهل التعامل معه من قبل البشر وإعطاؤه الأوامر، ناهيك عن ألوانه المتنوعة الرائعة. وهو لا يتواجد في الولايات المتحدة فقط، بل ينتشر في كندا أيضا. يزن من 600 إلى 2200 رطل، على الرغم من أن حجم الأبقار هناك لا يتجاوز 1400 رطل. عندما يولد يكون وزنه 65 رطلا فقط، وهو من الأنواع التي تنمو بسرعة كبيرة. أما عن سبب التسمية فهي نسبة إلى البراهمة، وهم كهنة هندوس، إذ إن أصول هذا الثور كانت في الهند. تتميز هذه الفصيلة بمقاومتها الكبيرة للطفيليات، وتحمل أشعة الشمس الحارقة والرطوبة أيضا، وأعتقد البعض أن هذه المقاومة ناتجة من الزيوت التي تفرزها الغدد عند العرق. ثور براهمان. يتميز هذا الثور بسنم يشبه سنم الجمل في مقدمة جسده، إلى جانب اللون الأسود للرأس والرقبة، والذي يختلف عن بقية لون الجسم. ينتشر في الولايات المتحدة والبرازيل واستراليا، ويزن بين 600 إلى 2200 رطل، على الرغم من أن حجم الأبقار هناك لا يتجاوز 1400 رطل. عندما يولد يكون وزنه 65 رطلا فقط، وهو من الأنواع التي تنمو بسرعة كبيرة. أما عن سبب التسمية فهي نسبة إلى البراهمة، وهم كهنة هندوس، إذ إن أصول هذا الثور كانت في الهند. تتميز هذه الفصيلة بمقاومتها الكبيرة للطفيليات وتحمل أشعة الشمس الحارقة والرطوبة، ويعتقد البعض أن هذه المقاومة ناتجة من الزيوت التي تفرزها الغدد عند العرق. شيانينا. هذه السلالة البيضاء الجميلة هي السلالة الأكبر في العالم، فهي موجودة على الأرض منذ قرون، وهناك اعتقاد أنها كانت موجودة خلال العصر الروماني. قد يصل طول الثور إلى 175 سنتيمترا وتزن حوالي 2800 رطل، لكن هناك حالة لثور وصل وزنه إلى 3836 رطلا عام 1955، كان يدعى دونيتو. وعلى عكس ثيران تكساس، تمتلك شيانينا قرونا صغيرة نسبيا، وهذا الأمر مفيد جدا لبعض المزارعين. وزن صغير الثور يكون عند الولادة 110 أرطال، وتتميز هذه السلالة باللطف والتعامل بشكل سلمي مع البشر. ثور غلان. ينحدر ثور غلان من الثور البني السويسري، وهي سلالة تطورت في القرن 18، ومنذ ظهور ثيران غلان في ألمانيا تم استخدامها للحليب واللحوم.
يصل وزنها إلى 2200 رطل، وبهذا تكون لحومها مثالية، إلى جانب أن الأبقار تنتج تقريباً 4450 لتراً من الحليب في المرة الواحدة، وهذا مصدر آخر من هذه الثيران. تعيش هذه الثيران في الأماكن المحلية، وليس هذا كل شيء. تستطيع استخدامها في حرث الأراضي الزراعية، فهي قوية كفاية للقيام بتلك المهمة، ولا عجب أنها منتشرة بشكل كبير في ألمانيا، حيث يمكنك أن تجد قطعانا تصل إلى 40,000 ثور. لكن لسوء الحظ بدأ هذا العدد في التناقص، وهذه السلالة على وشك الانقراض، والسبب أنها تستغرق وقتا كبيرا في التسمين. ثور ديفون الجنوبي. كما عرفنا للتو أن المزارعين يبحثون عن ثور سهل الانقياد سريع النمو، ويبدو أن الاختيار وقع على ثور ديفون، فهو ثور ضخم لطيف سهل التعامل معه. يأتي من الجنوب الغربي لإنجلترا، وتم تصديره إلى شمال أمريكا. وللعلم أنه تم استخدامهم في حروب نابليون لمساعدة البحرية الملكية، وتم التعرف على السلالة منذ عام 1800، ولاحظوا كفاءة لحومها وطعم لبنها الجميل ولون جلدها الأحمر الرائع وأنوفها الوردية، كما يمكن التعرف عليها بسهولة بسبب جلدها الرخو السميك، إلى جانب إطار عضلي كبير. يصل وزن الثور إلى 500 كيلوغرام، ومن الصعب تجاهل قوتها، حيث يستخدمها المزارعون في العمل من 15 شهرا إلى 12 عاما، 10% من الولادة تكون توائما، وهذا يعني الخير الكثير للمزارعين بالطبع. الثور الأحمر. الثور الأحمر لا يعتبر ضخما مقارنة بالثيران التي ذكرناها في القائمة والتي سنذكرها، لكن الهدف من تربيته ليس الضخامة بل اللحم والحليب، وهو منتشر بكثرة في إنجلترا، وتم استيرادهم إلى الولايات المتحدة عام 1873، وكان عددهم حينها 3 عجول وثورا واحدا. وبعد مرور بضع سنوات أصبح العدد 300 ثور أحمر، وبهذا أصبحت سلالة مترسخة في الولايات المتحدة وكندا، فهو يمتلك الكثير من السمات المرغوبة بها هناك. ولم تتوقف الثيران في الولايات المتحدة وكندا، بل وصلت إلى نيوزيلندا وجنوب أفريقيا وأوروبا. فريزيان هولشتاين. هذه السلالة هي الأكثر شعبية في العالم، وهي مرغوبة بشكل لا يصدق في جميع أنحاء العالم، سواء الذكور أو الإناث، وهي مشهورة بحليبها ولحومها الجميلة. لكم أن تتخيلوا أن هناك حوالي 150 دولة تقوم بتربية تلك السلالة، وأكثر ما يميز هذه الثيران هو لونها الأبيض بالأسود الجميل، وأحيانا يكون مزيجا بين الأحمر والأبيض، وهي الأبقار الأعلى في إنتاج الألبان عالميا. يزن الثور حوالي 2000 رطل مع طول 6 أقدام. هل توافقونني الرأي بأن هذه الثيران وسيمة للغاية؟ بارتيني. هذه السلالة جميلة بقدر ما هي كبيرة، منشأها فرنسا، وتمت تسميتها نسبة إلى مدينة بارتيني، وهناك اعتقاد بأنها واحدة من أقدم سلالات الثيران على الأرض. كان الاعتماد على الأبقار في إنتاج الحليب فقط، ويعتمد الكثير من المزارعين اليوم على التكاثر لإنتاج سلالة قوية ذات لحوم جيدة. أما عن لون الجلد فهو يشبه جلد الغزال المحمر الجميل، مع بعض النقاط من اللون الأسود والبني حول الأعين. كما تمتلك هذه السلالة شكل عيون جذابا يختلف عن معظم الثيران. أما عن الوزن فيصل إلى 1250 كيلوغراما، فهي ضخمة للغاية، رغم أن وزنها عند الولادة يكون 44 كيلوغراما فقط، وهي تشبه الثور الأزرق البلجيكي في وجود عضلات مزدوجة، لكن ليس بقدر الأخير. ليموزين. سلالة فرنسية أخرى داخل قائمتنا، حجمها الهائل ويجعلها مثالية لأعمال الجر في الأراضي الزراعية، وعلى الرغم من انخفاض أعدادها طوال القرن 21، فإنها ثاني أكثر سلالة شعبية في العالم، وهي لا توجد في فرنسا فقط، بل تم العثور عليها في حوالي 80 دولة حول العالم. إليكم مميزاتها. يزن الثور 1300 كيلوغرام، بينما يصل وزن الأبقار إلى 850 كيلوغراما. أما عن الطول فهذه السلالة طويلة بشكل لا يصدق، حيث يصل طولها إلى 135 سنتيمترا و155 سنتيمترا من الارتفاع، وقد تراها باللون الأحمر الذهبي أو الأحمر. مزاجهم ليس جيدا طوال الوقت، لذا يتم اتخاذ تدابير وراثية لتحسين أدائهم وجعلهم أكثر طواعية. غالوي. بمجرد النظر إلى هذا الثور سيصيبك الذعر وتركض بكل ما أوتيت من قوة،
فهو ضخم ويمتلك عضلات قوية وكبيرة، لكن العكس صحيح، فهذا الثور ودود جدا ورقيق وسهل الانقياد، ومن الصعب جدا العثور على ثور خاضب بينهم. والغريب أن هذه السلالة تزدهر في البيئة القاسية والتضاريس الصعبة، فهي تمتلك أرجلا قوية وحوافر صعبة بشكل مدهش لتتنقل بين جميع الأسطح بسهولة. تلد الأبقار بسرعة وسهولة، ومعدل البقاء على قيد الحياة في هذه السلالة مرتفع للغاية مقارنة بالسلالات الأخرى. سيمنتال. ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي تعلم بوجود سلالة بهذا الاسم، ولا عجب في ذلك، فهي سلالة ليست قديمة بل حديثة، لكن هناك الكثير من المزارعين يفضلون تربيتها لأسباب عدة، مثل المزارع الأيرلندي ريتشارد براون الذي يربي هذه السلالة منذ 10 أعوام. اشترى أول مجموعة عام 2010 بعدما علم أنها تنمو بشكل سريع ولن يحتاج إلى وقت طويل لجني الأرباح، فكان عليه الانتظار لمدة 3 أسابيع فقط من وقت الولادة، وبعدها يستطيع بيع العجل الواحد $350. ومن هنا بدأت تنتشر السلالة ليصل عددها اليوم إلى 40 مليون ثور منها في العالم. لها أشكال وألوان متعددة وتمتلك عضلات قوية، ويصل طولها إلى 160 سنتيمترا. تشارليس. تتميز ثيران تشارليس بلونها الأبيض مع الوردي، وأجسادها طويلة وشاحبة مع حوافر ضخمة. جاءت من الغرب ووسط وجنوب شرق فرنسا، وهي من السلالات القديمة جدا. بعد الحرب العالمية الثانية بدأ تصديرها إلى البرازيل وجنوب أفريقيا والأرجنتين، وبهذا أصبحت منتشرة، إلى جانب أنها عريضة وتمتلك عضلات قوية كما نرى، وتلد بسهولة وتأكل كل ما يقدم لها، لذا تنمو بسرعة كبيرة. وتزن الثيران الناضجة أكثر من 2000 رطل، لكنها لا تصل إلى وزن 2500 رطل. إنغوس. من الصعب أن تجد ثورا ضعيفا بين هذه السلالة، فجميع الثيران ضخمة وقوية، ويزن الثور 1870 رطلا، وهي سلالة اسكتلندية ذات اللون الأسود أو الأحمر، لكن الأكثر يكون أسود اللون. إنها السلالة الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، ولها شعبية كبيرة بين دول العالم، وهي موجودة منذ القرن 16. أما عن اللحم فهي تمتلك لحوما رخامية رائعة مما يجعلها باهظة الثمن، ويتم استخدامها بشكل أساسي في سلسلة ماكدونالدز في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا. بجانب كل هذه الصفات، فإن ثيران أنغوس هادئة للغاية ولا تسبب أي مشكلة. بنزغاور. الحيوانات التي تفيد بأكثر من غرض غالبا ما يكون الطلب عليها مرتفعا، وهذا هو الحال مع تلك السلالة الآتية من سالزبورغ بالنمسا. تتميز بلونها الكستنائي والأبيض والبني، ويعود تاريخها إلى 1846، وكانت تستخدم للعمل في المزارع إلى جانب الحصول على الحليب واللحوم منها، وقد كانت الأبقار عضلية بشكل لا يصدق، حيث كان يصل وزنها إلى 650 كيلوغراما مع ارتفاع يصل إلى 138 سنتيمترا، بينما كانت الثيران تزيد عن 1000 كيلوغرام وطولها يتجاوز 147 سنتيمترا. أما عن القرون فلا يمتلكها الجميع. في عام 2001 كانت هناك قرابة 36 ألفا منها في ألمانيا، وواحد فاصل 3 ملايين في العالم كله، لكن هذا العدد ينخفض كل عام بنسبة 10%، والسبب هو طمع الإنسان للحصول على الحليب، حيث يقوم بتزويج بنزغاور مع سلالات أخرى مثل هولشتاين الأحمر. إلى هنا تنتهي تلك الحلقة، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم بعضا من المعلومات المفيدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا.